هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. سيدي تنشكركم سانتوما مقابلة جات في واحد المناسبة. هذه المقابلة جات في واحد المناسبة ديال بعض الأصدقاء اللي ديال الفريق الرجاء البيضاوي اللي لعبوا في هذا الفريق ديال الترجي التونسي، والناس جاوا عندنا هنايا وطلبوا منا هذه المقابله، ورحبوا بهم الدراري، رحبوا بهم. راه تتعرف لي زيكس جوار ديال الرجاء راه تيرحبوا باي واحد وتيبغيو يرضيو اي واحد، والحمد لله استجبنا الدعوه ديالهم وجاوا عندنا ان شاء اليوم وداروا معنا هذه المقابله حبيه اللي كانت في واحد الجوريه هذه وجو اخوي، جو المحبة اللي بيننا وبين الناس ديال تونس. وهذا الشيء اللي نقدر نقول. أنا هاد المقابلة اللي فكرتني فيها، كنا لاعبين واحد تورنوا ديال لابريس. هاد تورنوا ديال لابريس لعبناها في تونس، وشكون اللي كانت فيها؟ كانت فيها النادي الإفريقي والترجي التونسي ومسكارة ديال الجزائر. وهذيك الساعة مسكارة تيلعب فيها باللومي ومخلوفي، يعني لعابة كبار. وباقي نعقل بأن في هاد التورنوا اللي درنا لعبنا مع الترجي التونسي، درنا معهم التعادل، والماتش الثاني لعبنا مع فرقه ديال بلومي ربحناها بجوج لواحد. وكنت ننتظر من بلومي يكون طيب الساعه داكشي اللي دار الاصدقاء ديالو وداكشي برادر، بحال اللي ما رضاوناش نربحوهم حنا في هذه المقابله، وداز داكشي زوين. هذا الشيء اللي عندي انا مع الترجي التونسي. حاجه وحده انا اللي تنقول لهاد الدراري اللي طالعين دابا، تتكون الجديه وكان المعقول وما ينسوش القرايه ديالهم، ولكن يتعاونوا شويه هما، يتريدوا يبعدوا على الحوايج الخايبين، وخاص الانسان يجتهد. شي الا اجتهدتي غتوصل، يكذب عليك كذاب. والحمد لله عاد موفر هذا الشيء كلشي في المغرب كامل، في الملاعب ديال القرب، في الجمعيات، في النوادي الكبار. راه الانسان اللي بغى يوصل راه يوصل، واللي بغى يتفلى وهذاك الشيء راه غادي يندم على الاخر ديالو. وهذه شي ثلاث اشهر كان جاوا بعض الاسماء من اللاعبين السابقين الجمعيه ديال الترجي التونسي، وكان واحد التواصل وراسلونا رسميا باش من بعد يجيو يديروا واحد المباراه حبيه بين الناديين العريقين الرجاء العالمي والترجي التونسي. واليوم راه تشوف هذه الحفله، هذا المجيء ديالهم، مباراه وديه اللي فيها اسماء لامعه سابقه الفريق الرجاء البيضاوي، اللي تكونوا هذه الجمعيه اللي تتعمل دائما منذ سنين وهي موجوده، واتفاقيه دابا مع الجمعيه ديال اللاعبين السابقين ديال الترجي اللي خلات هذا الحفل الكروي بالمجيء ديال السيد الرئيس الجديد انيس محفوظ ديال الرجاء البيضاوي، الناس المسؤولين عن الرجاء، وتحت الفرصه باش تلعب مباراه في المركب ديال الرجاء العالمي. كما قلت فهذا صله وصل بين اللاعبين. انا لقيت واحد جوج لاعبين كانوا لعبوا ضدي ملي كنت في منتخب ديال الشبان ديال الفريق الوطني المغربي، وكنا درنا تعادل في تونس، ربحنا في تونس، ومباراه الاياب كانت في مكناس خسرنا فيها بواحد، مشينا ضربات الجزاء، وهما اللي كان من جانبهم الحد كان تيدرب ناس في المنتخب الشبان في هذيك الوقت، السي بشعيب الغالمي الله يرحمه في هذا اليوم هذا. الوغ كما قلت مباراتكم صات تخليك تواصل تشوف شي ناس ما شفتيهمش من هذه السنين، وكذلك حتى العمل اللي تقوم به الجمعيه، التواصل، المباراه التكريميه، مباراه استعراضيه باش يلقاو الاخوان اللاعبين السابقين ديال الرجاء، يبقاو يتشوفوا تعرفوا القدماء الجدد الحاليين. فهذه كما تنقولوا رجاء زاويه وعائله، داكشي علاش دائما تتشوف هاد كل الحاضرين اللي تيوجدوا بكثافه، لان تيبغيو يكونوا في هذه المناسبات هذه. مرحميه بادره طيبه لخلق واحد الشراكه مع فريق افريقي اللي هو من تونس الشقيقه. كنظن هاني بادره طيبه تكون الافاق من بعد لجعل توأمه في مستقبل الكره الافريقيه، خاصه فريق رجاء البيضاوي وفريق الترجي التونسي، ولما لا تبادل الاراء والافكار، وحتى اللاعبين، وحتى على المستوى الفني. كنظن ان هذه بادره طيبه وغتبقى في الذاكره، لانه ذكرتنا في واحد المقابله كنا جرينا ديال السوبر كوب
اللي كانت في الدار البيضاء ديال فريق الرجاء البيضاوي والنادي الافريقي اللي انتهت بضربات الجزاء للفريق التونسي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.